مهرجان الجمال للخيول العربية في مدينة طمران 65 مشارك. كل الخيول المشاركة رح تنقسم لثلاث مجموعات: المهر، الذكور والإناث. ومن هون بتبدأ التصفيات. الخيل العربية هي الخيل الوحيدة اللي بتعرض جمالها. طلع على راسه لازم يكون خرطة في راسه. أبيكت أنا وزناي متسمودوت أوميكت سفار. ظهر يعني مقبول قصير له قصير ولا طويل إذا قصير محبب أفضل. خشم الكبير العين. الدان الطويلين. وعصبي؟ مش شرط. Arabian horse must be typey horse. But type is not only the head, it's the whole horse. Tail appearance must be charisma. And you have to feel it. You can't learn it, you have to feel it. نفسي أفهم مرة واحدة أسامي الخيل اللي بعطوها للخيل مين بجيبوها؟ فريدوم وميد البرك صفو أمير النيل منين؟ السلين أسيلة غزالي كاميلا دبليو كاميلا ايش مطلوب منه بساحة المسابقة؟ انه يعمل وفاة ويكون حصان حلو يعمل وفاة حلو ويكون حصان حلو عم مش انه يكون حلو ايش طبيعي واحدة الحلوة لما تطلع بتعرف تعرض حالها وتظبط حالها بتاخذ ولا لا المهرة نفس الشيء What's special in Arabic horses? Everything. No, it's the temperament, the appearance, the beauty. It's especially the beauty. مهرجان جمال الخيول العربية معمول تحت رعاية بلدية طمرة وتحت رعاية مدرسة فرسان القلعة. حكينا مع مدير مدرسة فرسان القلعة عشان نعرف الهدف والفكرة من وراء هذا المهرجان. الهدف الأساسي هو التشجيع لتربية الخيول العربية الأصيلة، وطبعا الخيول العربية الأصيلة لها ميزات خاصة، وللأسف اليوم صار اختلاط كبير بين الخيول العربية الأصيلة والخيول الإنجليزية أو الخيول الأجنبية خلينا نسميها. الفكرة نبعت من بمشاركة جمعية الخيول العربية الأصيلة، واتفقنا وهن أخذوا المزامن المبادرة وإحنا تبنيناها. بتأمل إنه نتعلم من أخطائنا وتكون استمرارية للمشاريع لخدمة الشعب العربي خاصةً.